كانت فكره علاقه الاهلي بالاسماعيلي. وده هو كلام ده. للعقلاء، هو ده، هذا كلام للعقلاء. النادي الاهلي اخذ من الاسماعيلي لعيبه اقل من اللي الاسماعيلي خدهم من النادي الاهلي، اقل بالاحصاء. والزمالك اخذ من الاسماعيلي لعيبه اكتر ما الاهلي اخذ من الاسماعيلي بالارقام. بس عارفين الفرق فين؟ اللعيبه اللي الاسماعيلي خد من الاهلي فلوس اكتر من اللي خدها من اي حد، من اي حد. لكن الفرق فين؟ الاهلي عنده سيستم، عنده نظام، عنده مقومات نجاح. اللعيبه اللي جت من الاسماعيلي اتقال على بركات ان عنده غده درقيه ومش هيكمل، واتقال على عماد النحاس عجز وما اعرفش ايه، واسلام الشاطر بعد ما الاسماعيلي باعه للزمالك والزمالك اعاره لاتحاد جده استخدم بند في الشرط الجزائي في عقده وجي النادي الاهلي. الفرق ان اللعيبه اللي جت النادي الاهلي نجحت، لان جت لبيئه صالحه، بقت جت لمكان فيه مقومات نجاح كامله، فحلوا في عينين الناس، فبدات الناس تفتكر. ما بتفتكرش ان في لعيب فلان الفلاني وترتان وعلان راحوا انديه تانية ولم يوفقوا فما حدش فاكرهم، او لعيبه من الاهلي راحوا للاسماعيلي وما لقوش فرص النجاح الكامله فما حدش فاكرهم. لكن اللي جه النادي الاهلي بصمته بانت، لان ده دور النادي الاهلي. كل دول مع انديتهم ما كانوش بهذه القيمه الفنيه اللي الاهلي طور ادائه بيها. هي دي القيمه المضافه للمكان. بس انت بتضيف لي وانا بضيف لك، فبيحصل تركيبه بتكسب. بس لكن لو بنتكلم بقى على حقيقه العلاقه وعلى احترام النادي الاهلي للاسماعيلي وحرص النادي الاهلي الدائم على تقديم اي مساعده يقدر يعملها للنادي الاسماعيلي في كل الظروف، هذه مساله لا ينكرها العقلاء، ومنهم الكابتن الكبير علي ابو جريشه. نسمعه. زيارتك للنادي الاهلي قول لنا كواليسها. والله يعني هي دعوه كريمه، والحقيقه رحنا وقعدنا مع المسؤولين طبعا على راسهم الكابتن الخطيب. نعم. رئيس المجلس والناس متعاونه معانا جدا يعني. كويس. في اسماء مطروحه، بس انا مش قادر اقول اي اسماء الا لما يعني اخد اوكي رسمي عشان بس ما احرجش حد وكده، لكن في تعاون كبير جدا. وفي معاونه يعني صادقه من النادي الاهلي، ان هو عاوز يعني عارف الاسماعيلي في ظروف صعبه وبيساند يعني الحقيقه بجهد كبير جدا. طيب ده شيء جميل. يعني بصراحه النادي الاهلي عمل اللي عليه وعمل دوره وساهم بحاجات كتير، يعني بصراحه ما اقدرش اقول فيها تفاصيل، لكن ساهموا بحاجات كتيره طبعا الكابتن الخطيب، الناس كلها ما اثرتش زي كابتن سيد عبد الحفيظ راجل معانا متعاون لاخر وقت. كل الناس الجميله وناس كانت يعني روحها طيبه جدا. تعرف الحساسيه اللي تبقى موجوده ناحيه النادي الاهلي في الاسماعيليه؟ عايزك تحكي لي اللقاء مع الكابتن الخطيب، يعني وانا عارف ان انتوا مش اصدقاء، انتوا يعني اكتر من اخوات. لا والله خطيب عشره عمر كبيره يعني. نعم. يعني فالراجل يعني بامانه لمست يعني الراجل بيعمل كل حاجه ومكلم الناس كلها. انا عايز اساعد الاسماعيلي. شوف كابتن علي عايز ايه واعمل له اللي هو عايز، يعني في كلام يعني كتير، والعلاقه الحمد لله كويسه. ده لعيب وايقونه من ايقونات الاسماعيلي في تاريخه، والراجل شاهد شهادة حق، وانا كنت يعني شاهد عيان في النص لان كان الحوارات دي انا مشارك فيها يعني، والراجل كان ممتن جدا وقال هذا الكلام داخل قناة الاهلي وخارج قناة الاهلي، ودي ما كانتش مع قناة الاهلي هذه المداخلة. وعلى اللي يدهشك بقى انه قال ان يعني طبعا هو أشاد وقال لك الراجل الحقيقة عمل كل طريق واتصل بكل الناس وقال لهم وقفوا مع الإسماعيلي و و. هذه الإشادة من الكابتن علي أبو جريشة تفتكروا مين كررها بنفس الحرارة ونفس الطريقة قبل أن يتراجع عنها؟ المهندس يحيى الكم يا أستاذ إبراهيم. قال نفس الكلام أول ما جه أول مداخلة جاب سيرة الأهلي، قال أشكر الأهلي والأهلي قال أن تحت أمركم وأشاد. لكن هو متوقع النادي الاهلي يقدر يجبر لعيب انه يروح اي مكان يعني غصب عنه. طيب ده كلام يعني نتمنى انه يكون واضح لجمهور الاسماعيلي، لانه فكره انه الاداره والقيادات والمسؤولين ورئيس نادي وعضو مجلس اداره
بدل ما يناقشوا اوضاع النادي، الاسماعيلي في مكانه لا يستحقها. اسماعيلي واحد من القوى الكرويه المحترمه المهمه في تاريخ الكره المصريه. بدل ما تتبحث اسباب هذا الامر اللي وصل لكده، لا ندغدغ مشاعر الجمهور ونرميها على الوتر الطبيعي والمحفوظ الاهلي. اي حاجه بلغ على الاهلي. اصل الاهلي اللي بيعمل، يا عم الاهلي بيعمل ايه؟ ده احنا جبنا لك كل خبراء التحكيم وابناء نادي الزمالك مش الاهلي، وشفت ان اللي اتظلم في المباراه الاهلي مش الاسماعيلي. انا شفت يعني مقابله للكابتن سيد بازوكا سيد عبد الرازق، اللي 100 مره طلع لهم اكذوبه ان الاهلي ما استضافناش دي غير حقيقيه. بيسالوا بيقولوا البيان برضو بيتكلم ان الاهلي بياخد بطولاته بالمجاملات. قال لهم طيب انا معاكم. وقالها بطريقه ساخره، الاهلي خد 42 بطوله اوانطة وفيها مجامله وبطولتين صح. ده كلام يخش عقل مين؟ الاهلي منظم والاهلي كذا، وقعد يعدد الاسباب اللي هو ميدو بيكررها تاني. طيب اهي.